أستاذ طريف الله لا يعطيك العافية. أنت بإيدك وصلت حالك لهالحالة. شو ساوي يعني هذا اللي صار؟ لكن هذا اللي إحنا شاطرين فيه معشر الرجال، نعمل عملتنا وبعدين شو بدنا نساوي؟ غسان فهمنا بقى. هلأ أنا ما عم بشكي لك لحتى تعطيني محاضرة، أنا عم قلك بلكي بتلاقي لي حل. وأنا لقيت لك الحل. هات لنشوف. امشي معي. لوي امشي معي وبتشوف. شري صدقني يا غسان، ما في داعي. ايه لا في داعي، الشيء اللي عم يصير معك مو طبيعي بنوب. اخي ما اختلفنا، بس ما بتصل القصه للطبيب النفسي. لك هلا انت شو خسران؟ انت بس فوت احكي له الشيء اللي عم يصير معك، وهو ساعتها بيقرر اذا هذا المرض بده علاج ولا لا. تفضل. مرحبا. اهلين. دكتور نبيه موجود؟ موجود بس عنده مريضه جوا، تفضلوا ارتاحوا. هي أول مرة بفوت على عيادة الطبيب نفسي. لا تخاف، هون ما في على درس. شكرا.
كيف؟ عيب عليك، هيك ما بصير، البنت انحرجت. تسلم لي هالضحكة مع علاء. شبك؟ طلع فيني. شو في؟ شو في؟ خجلتنا وانت عم تحلق بالبنت، خلاص. مع فايت. إلى اللقاء. هاي المرة اللي عملت فيك هيك شو بتشتغل؟ بتشتغل محامي. وزوجتك؟ زوجتي بتشتغل ربة منزل، بس هلأ عم بفكر نفتح روضة أنا وياها. وأنت بتحب زوجتك يا سيد طريف؟ شو بحبها يا دكتور؟ شو بحبها؟ أنا بموت عليها لمرتي. أيوة بتموت عليها طبعاً، وبتشعر بالذنب لما بتحكي مع أي مرة تانية، خاصة أنه الست ريهام امرأة جميلة. هي هون مشكلة دكتور، أنا ما بعملها، أنا هي أول مرة بحكي فيها مع مرة غير مرتي من وقت اتجوزت. ومثل ما فهمت منك إنه بالفترة الأخيرة صرت تشوف كل النسوان ريهام. اليوم بلشت معي هاي الحالة دكتور. يعني بلش الموضوع يتطور وياخذ منحى جديد عندك. طيب يا سيد طريف، استرخي وغمض لي عيونك، لأنه رح نرجع بخيالنا لشوية صور أنا وأنت. احكي لي عن أول لقاء صار بينك وبين الست ريهام. يا دكتور، عن شو بدي احكي لك ولا عن شو؟ اول لقاء بيني وبينها كان بالمطعم اللي تحت مكتبها. كانت قاعدة مثل الملاك عم تشرب قهوتها، وانا كنت تعبان كتير كتير تعبان، وعم دور على مكان ارتاح فيه. شو اللي جذبك لها؟ ابتسمت لك؟ ضحكت لك؟ انت اللي قمت لعندها ولا هي نادت لك؟ لا دكتور، لا بالصوت هي ما نادت لي ولا ضحكت لي، بس كان في شيء جواتها عم يسبني. ما لقيت حالي إلا قمت ورحت لعندها من تلقاء نفسي. بس صدقني صدقني، أي رجل كان رح يكون بمكاني كان رح يتصرف نفس التصرف. شو هالمرة هي لهالدرجة؟ وأكتر يا دكتور، وأكتر من هيك. صحيح بيقولوا الكمال لله وحده، بس هي فعلا المرة الكاملة. يعني هي من نوع النساء اللي إذا فات جواتك ما بيعود يطلع. أبداً أبداً ما بيطلع يا دكتور أبداً. تعرف يا سيد طريف، والله لخلي تطلع من جسمك فرمان فرمان. ولك لسه معاملة الطلاق تبعنا ما خلصناها. لك الله لا يوفقك، خليها تفكر للمرأة. لك تاخد ساعة تفكير. أنت مين طلعت اللي أنت؟ أنت مين طلعت اللي أنت؟ كرمال الله دكتور، شو رح طول بالي؟ الله يوفقك. الله يوفقك دكتور، الله يوفقك.
الواحد فيكم ما بيعرف قيمة مرته لحتى يشوفها بعيون غيره. ريهام، أنا كل عمري بشوفك حلوة. فيني أعرف ليش هيك سويت لك؟ ما بعرف. جد تقلي ما بعرف؟ مو معقول أنتوا رجال كلكم مثل بعض. ريهام، أنا بعمري وبحياتي ما بعيدها، خلص. وشو بيضمن لي؟ أنا نبيه. منيح انه خلصت القصة على خير. شفت بالله كنا رح نفوت بورطة ما نعرف نطلع منها. يعني خلاص التوبة؟ اوف قال التوبة يعني. معلوم التوبة. معناتها هلا بتروح لعند مرتك وبتشوف شو بدك تساوي بموضوع الروضة. لا 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 لا، قبل موضوع الروضة وقبل اي شيء تاني بدي اعترف لها. تعترف لها؟ ايه. ايه معناتها ما خلصت القصة على خير. لا ولو. لا. اجيت حبيبي؟ ايه اجي. ما حسيت عليك. كنت عم تنامي صغير وما حبيت ازعجك. شو وين امي؟ راحت تعمل جولة هي وهيام. صريحة؟ ها؟ عدي شوي عاوزة. خير حبيبي شوفي. صريحي انا شوفي احكي. انا بدي اعترف لك بشغله. خير حبيبي في شيء؟ احكي طريف شوفي. انا بحبك. وانا كمان بحبك وبحبك كثير كمان. أمير عمي أبو جمال. قلبي كيفك؟ استلم لي يا رب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله ما تواخذني. والله ما كان طالع بإيدي شيء. ها بعرف والله يا عمي، ولا يهمك، والله بعرف. حبيب قلبي سامحتني. بوس إيدك يا عمي. أنت سامحني الله يوفقك. ليش خير؟ عامل شيء؟ يعني عامل بس يعني ما تسير شوية. شو احكي خير في شيء؟ ما بتزعل؟ بزعل. أكيد عامل شيء بزعلني. ها والله بزعلك شوية صغيرة. شو هالشوية صغيرة؟ احكي خلصني نطفت قلبي. الله يلعن اللي بيزعل. احكي. عمي بعتل لك المسلسل تبعك بوصفي. والله يا عمي ابو جمال هذا بوصفي هو اللي ذهب عقلي. قال لي انه هذا المسلسل هو اللي مألفه وانت سرقته منه. انا لك انت كيف بتصدق هيك كلامك ابني؟ معقول اني انا اسرق من من من, من هذا اللي اسمه ابو وصفي؟ ولك انا ما صدقته اول شيء، والله العظيم ما صدقته. بس هو شو قال لي؟ قال انت امي لا بتقرا ولا بتكتب وايدك لا عم تجعك ولا شيء، وعملها حجه مشان هيك جبتني اكتب تحت ايدك. قمت انا صدقته، اقنعني والله العظيم. اقنع؟ اي والله. Thank you.
لك وينك انت تاخرت؟ كنت قاعد عند مدير الشركه. شو هالحكي؟ مثل ما عم بحكي. ايه قلت النص تبعك عم ترعبوا فيه. لك مو قلت لك هي مسلسل بياخذ العقل. من وين لوين مسلسل؟ من دوب يطلع ثلاث حلقات. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك لهالسبب مدير الشركه حاب يشوفك شخصيا ويكلفك بتكملتهم حتى يصيروا 30 حلقه. نعم؟ يلا يلا قوم معي، الرجال عم ينتظرنا. يا اخي طول بالك يا ابني، انا ما خرجت اكثر 30 حلقه، هدول كتبتهم بطلوع الروح. ايه حاجتك بقى، حاجتك. يلي بيكتب هيك شخصيات حلوه واحداث مشوقه ما بيعجز عن 30 حلقه. قوم قوم، مدير الشركه عم يستنانا. طيب خليها للمشى، حاكم ماني بدهش حالي. شو انت رايح تقابل خطيبتك؟ قوم خلصني. ابو وصفي جهز حالك واصحك تقول انه انا اخذتك غدر. طول بالك يا ابو جمال، لا تخبط يا ابو جمال. يا ابو جمال طول بالك، يا طول بالك يا ابو جمال. العمل شو القصه؟ يا حريق حرشك يا ابو جمال، شو بدك بالقصه؟ القصه طويله وملبكه مالك فيها. شلون مقالي فيها؟ كلفنا ابو وصفي يكتب لنا مسلسل. تبع العرض حلجي؟ انت بتعرفه؟ لك انا اللي بعرفه. مرحبا. اهلا. انا اسمي نضال سيرجي. اهلين تشرفنا. يا هلا. المسلسل تبعك كله عندي. عود تفضل نتفق. تشرف. ايه؟ شوف يا سيدي. هولي 30 حلقة. شبنا ابو جماعة؟ لسه قاعد وحاطط لي هالعقده، خلص بقى لفها، يلي كتب هالمسلسل بيكتب غيره. يا اخي اعتبره بروفا مثل ما بيقولوا جماعه التمثيل. يعني فكره الشغله بهالبساطه؟ شو ساوي يعني؟ والله رح ساوي بساوي. انا بفرجي له بصي. اذا ما بخليه يمشي ويطلع وراه انا ما بكون اسمي ابو جمال. فيك وبلاك، هو بيمشي وبيتفتل حواليه، شلون لك كان بيطلع بايده انه يؤذي هالاذى؟ قوم للنام، في عنا فيق الصبح بكير مشان نروح نشق على بنتك. ليش من بكير يعني؟ قال ليش من بكير؟ قال شو نسيت انه في عندهم افتتاح الروضه وبدهم مين يساعدهم؟ يا لطيف، ومن وين لوين؟ من هون لهنيك. قصدي يعني ما في بالعاده؟ العادات تتغير ابو جمال، قوم خلينا ننام. يا الله منا. ليش احتملنا؟ بلكي بيقتنع فيني وبيعملني بطلة المسلسل تبعه الجاي. برفق بالونات مشان نعلقهم على الشجرة مشان مشان تعلقهم على الشجرة. ايه. صبر قلبي نرجعها شوي. ايه حاضر على عيني. عنزك يا مرتك. ظريف. ايه شو بلاقيك عم تشتغل مع مرتك اكثر ما تشتغل معي؟ ولا يهمك انا هون لعيونك. انا كمان بدي ساعد جوزي. ساعدوا ابريني يا مو تعب والله. شو بحب يشتغل معك؟ قوم قليل. يا جماعة يا جماعة ارجوكم هدوء، هناك تعليمات يجب ان تلتزموا بها. وليش عم تحكي بالفصحى تقبريني؟ انا بفتح. انا مرت عمي رجاء، يعني صرتي فايتة على قسم شبر. صحيح حجة، الى الوراء قليلا قليلا. شكرا قليلا. هلا لحالك تعرف. ما حلو عنا ضيوف الا وانت. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف خير؟ شو قولي له؟ شو هاد؟ شو هاد؟ هاد قزم محشي. يا الله قزم محشي، انا بحب القزم محشي. ايه طبعا خالي، طلعتوا لها روحها وما كنتوا تعرفوا تعملوا لها قزم محشي، راحت لحالها تعلمتها وعملت قزم محشي. الله يحيي اصلك. تفضلوا عازمينكم على الغداء عندكم. حبيب قلبي تفضلوا. تفضل. لعنا. صارت هلا لعنا ولعنا؟ تفضلوا واحد اثنين
Thank you.